السلام. وعليكم السلام. واحد واحد نصر. وش موهبتك؟ الصوت. تغني يعني؟ تفضل. يلا روحات. يلا ايش تبغى غني؟ أي شيء. أي شيء أنت حافظه. تعرف الله معك يا صاحبي؟ أيوة أعرفها. يلا غنها. الله معك يا صاحبي، احنا خلاص بننتهي، ما بي احد يبقى معي، انا كذا جدا قوي، انسى خلاص اللي حصل، في رجعتي ما لك امل، عيش لحالك طول العمر، يا رب تعيش مثلي القهر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله اني اعيش مبسوط وانت تعيش مبسوط. مبروك ما شاء الله عليك. ما شاء الله مبروك. ضغطت الزر بس بشرط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم شباب، شو مسوين؟ معكم احمد او شونج اكس بونج. مقطع جديد. مقطع اليوم فكرته شويه جديده وغريبه، واتوقع انها اول مره احد يسويها. اعطانا اياها الفكره ناصر في بث اول امس. فكرني اسوي بارتي واسميه شونج تالنت، والبارتي هذا يجون الناس يخشون يعطونا مواهب، اللي يضبط موهبته ناخذ موهبته هذه ونطبقها في الجيم. يعني مثلا والله في واحد موهبته القصايد، خلاص انت موهبتك القصيده، تقول قصايد انت صح، شاعر انت، طيب تعال حبيبي ابيك الان اذا اعطيتنا قصيدتك وعجبتنا ونجحت جوا الجيم تلعب الجيم كامل بموهبتك. يعني اذا انت شاعر خلاص قدامك واحد، ما تقول قدامي واحد، تقول مثلا القصيده فيه قدامي واحد انا او زي كذا، فهمتوا؟ ويعطيها قصيده يغني خلاص. اذا واحد طلق عليك تغني ودمجك والله تقليد اصوات وزي كذا، فهمت؟ كل واحد موهبته. بتشوفون تهمون الفكره، فكره حلوه ان شاء الله. اتمنى اذا عجبك المقطع اعطينا لايك، تشترك اذا ما انت مشترك، اذا عندي على القناه بتنور ام القناه، جرس التنبيهات لان كل يوم ينزل مقطع اتمنى انك تكون اول من يشوفه. شكرا لكم على الدعم اللي في المقاطع اللي فاتت يا اخوان، كميه التفاعل انا مبسوط، القلم مبسوط، كلنا مبسوطين. اشترك اذا ما انت مشترك، لايك، انشر المقطع اذا حاب، اعطونا افكار اذا ودكم في الكومنتات. هذا اللي كان عندي. كود الايتم شوب اذا حاب تدعمني، انا اقدر هذا الشيء. SXB ثلاثة حروف. صلوا على نبينا محمد. خليكم على المقطع فمال كريم. الصوت كذا كويس، ممتاز جدا. اي تمام. يا يا ايه يا احمد وين تبي ننزل؟ ناصر يا ناصر بننزل دستي، بناخذ اللوت بنروح على هوستي. ناصر على المايك، ناصر العم، يقفل اي فم، ادوس على السواحات وما يهتم، هو ولد اصول صياد هوا، ويني انا بقى اساله. ربحت معانا، مبروك 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 مبروك. اسمع، عندنا ناس تعطينا بيت بوكسر، وناصر نوجه. ناصر على اليمين يبغى له طلقه، عطه بالبوم بسرعه طلقه. ايوه يا كذا، سلام عليك. نبغى يا بدر، عندك موهبه؟ ايه ها، اصوات الاسلحه. يلا عطنا صوت الاي كي. طع 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 طع. حلو حلو. طيب عطني صوت الهيفي سنايبر. زين طع. حلو حلو. طيب حلو. طيب عطني صوت التكتيكال الاخضر. الاخضر الاخضر. طع دف دف دف. طيب عطني التكتيكال الازرق. عطني التكتيكال الازرق. بنفس الصوت. بالله. ولكم يا فارس، تفضل. اهلا وسهلا. عندي موهبه. ها تفضل سمعنا. بس تقليد. يلا عادي. هذه هي الموهبه اللي هذه. بس تقلد ايش؟ وتقلد ايش؟ طيب يلا تقلد انت صح؟ تقليد. انت تقلد صح؟ لا تقليد خلاص. طيب يلا قلد صوت المدكت. طيب الان ركز معي، انت الان بريتيل حلو، طلعت من بيت الكلب، قابلت واحد قدامك دمجك مره وتبغى رضاعات، كيف تقلد صوت الرضاعات؟ ايوه ممتاز. انت اسكت. اوه هذا ناصر. يلا تصفير اول. يلا لا 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 بس 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 طو 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 بس خلاص. يلا جاهز؟ يلا جاهز. يلا روح سلم. شلونك يا رجال؟ شو اخبارك؟ الله يعافيك. كيف انت يا رجال؟
خير نحمد الله على حرمكم شنو علي الطلاق شنو بنت منكم رجل منكم اطلق من دخلت مع ارهبوا ثم ارهبوا ترى حيب السيل كيف انت يا رجال مجروا السلامة اي هلمك بخير نحمد الله علي الطلاق انت لعب معنا ذا الليل وما تقول تم علي الحرم لتم تم عشان خويك اسمه المشي ازعن الله الله هذه موهبتي الرجولة ها والطلاقة هو علوم المرجلة الله الله ونعم خشمك خشمك مرحبا مرحبا خيالات روح اختبر قدرات افدى الحين لازم يا ابو اي والله لازم تختبر قدرات بس رجال يلا يلا افدى الحين يلا والله انك زعلتني يا ابو ما في مشكله دخلت عليك كنت بذبح لك طلي يا ابو لكن انا طلي وين في دستي الله خلاص روح اذبح لك بالقاعة الله يحفظك يا رجال الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك تخيل اذبح طلي في دستي يلا قلد اي صوت قلد صوت الماوس لا لا ما يتقلد طيب قلد صوت حيوانات اي شيء يلا صوت الديك الرومي الديك الرومي لها صوت جرو هذا كان بينخنق عندك موهبة؟ ايش موهبتك؟ اسوي ديت سريع فورتنايت واللعب ها أيوة. هذه صوت موهبة يلا صوت ايوه هذيك متفضل لا تعال تعال السلام عليكم هلا هلا يا رمضان ايوه طول الجيم تتكلم كذا اذا ما تكلمت كذا بتصير لك مشكله شفت واحد تقول قدامي واحد بصوت البطه طيب وكان اقدر اصغر صوتي ترى يلا خلينا نشوف اذا والله صوتك صغير تعالوا شفتي 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 ها يلا خلاص شكرا وتقعدون ساكتين ترى مشكله ترى من جد ترى انتوا الان في اختبار وش تبين نقول مثلا يعني نقول يلا وين ننزل انا بنزل هنا ها وين ننزل اللي لقيت شاتجن زايد شفتي شاف عندي سمون شوف انا اخذت سلاح عندي اي كي سو زيه بطوطه انت ورقيه عندي فخ عندي تكتيك عندي طوب عندي رصاص صغير عندي بومب زايد عندي فرد عندي بومب عندي فرد ثاني عندي كفرات عندي شجره خلاص الله يشغلك ده حبيبي الله يسعدك هالقفت شكرا قدامي في بيت السي عند السي وان شوت والله انا ما كان وان شوت اني دمجت 30 4 مرات عندي 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 في النص قطع العين في النص فوق بيت المكيفات ها ما عليك يا وليدي ايوه اخلط 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 ايش عليك مع بعض احمد اصبر يا صاحب اصبر راح 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 يا عمري يا احمد يا قوتك الحين تفلى الحين تفلى تفلى والله تفلى يا عيال ابلع لا انت اللي كذا بلعتني انا يا عمري اوكي كيف مات بطوط ام ذبح قرب يجي من هنا يقطع حظه ما ادري انا شو السالفه انت ايش يقول يا ناصر؟ ما ادري وش السالفه انا جيت قعدت انط بنزل بعطيه 3 مليون قدامي قدامي في برميل وفي كل ما لذ وطاب شاتجن جديد عيال اللي يبغى بنفسجي معي انا ابغى تعال خذ والله كسر كسر لا يطلع لا يطلع لا يطلع وين شوت حرفي؟ خلاص موت خلاص هذا وين يا احمد يا رجال احفظ والله لانه سرطان هذا من يطلق ذا لا شوف الدنيا مين فوق يا عمري يا احمد لا لا
قدامي سواحات راكبين مدري شو اسمها. وين يا بوي وين وين يا بوي وين 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 يا بوي زون. يا ويله والله يا ويله. ايوه ظلم 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 ما معي طريقة الصوت. خلص خلص ترى ترى ما تطيرون ما تطيرون. لحق اخوياك باقي خزيه هنا. لحق اخوياك خزيه وين وقف خزيه وين ذيب حقهم. انت اخذ غير الثانيه كيف كذا خزيه يروح يغير خزيه راح. طيب عيد واقول تخشون